الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أحبتي الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه التغطية الخاصة بزيارة الأربعين، ونحن معكم في طريق نجف كربلاء وبالتحديد من جوار مدينة الإمام الحسن المجتبى للزائرين لنغطي هذه المسيرة المليونية. والحديث قد يكون في بعض الأوقات من هذه التغطية عن قضية الوفاء والصدق. الوفاء هي خصلة اجتماعية تتمثل في التفاني من أجل قضية ما أو شخص ما أو شيء ما بصدق خالص. الوفاء صفة إنسانية جميلة عندما يستشعر بها الإنسان ويطبقها بأحاسيسه ومشاعره، فإنه سيكون في أفضل مراحل الفضيلة في حياته. وهذه الصفة تمثلت في العديد من الأشخاص الذين مروا على مر التاريخ، وهذه الصفة تمثلت في أصحاب الحسين وعائلة الحسين والشخصيات التي كانت مهمة وحاضرة في قضية النهضة الحسينية. ومن هذه الشخصيات شخصية السيدة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، حيث هذه الصفة كانت وليدة معها، لم تكن وليدة الصدفة، وهي عاشت هذه القضية في بيت أهلها، بيت الشجاعة والنجابة والشهامة. والأمير صلوات الله وسلامه عليه اختارها من هذا البيت لتلد له الأولاد الأربعة العباس وإخوته ليناصروا الحسين عليه السلام. في أقصى درجات الوفاء والصدق كانت أم البنين، حيث ضحت بالأولاد الأربعة من أجل الحسين، وهي مدرسة للجميع في هذه القضية. سنتحاور مع عدد من زائرين الحسين صلوات الله وسلامه عليهم في هذه التغطية، ونسألهم عن مشاعرهم وقضية الوفاء الذي تمثل في شخصيتهم، وكذلك الولاء لأهل بيت النبوة. حياكم الله. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله محمد سعيد أبو حسين من أهالي القطيف. يا اهلا وسهلا بك، حياكم الله. الله يسلم. جيتوا جو بار من اي طريق جيتوا؟ عن طريق طيران. عن طريق الطيران. عن طريق الطيران. ومشيكم من النجف؟ من النجف الى كربلاء ان شاء الله. الله يتقبل اعمالكم. هذه الله يتقبل الأولى. هاي ممكن 12 مره. الله يتقبل اعمالكم. جيتوا مجموعه كبيره انتم؟ انا وزوجتي وولدي. حياكم الله، الله يحفظكم ويسلمكم. اليوم احنا حديثنا عن قضية الوفاء، واخذنا مثال عن الوفاء في قضية أم البنين سلام الله عليه، هذه المضحية الكبيرة بأولادها. الآن كأنت كزائر، كيف تستشعر هذه القضية، قضية الوفاء للحسين عليه السلام في قضيته؟ سلام الله عليه أبا عبد الله. السلام عليك أبا عبد الله. الوفاء أم البنين وفت بأولادها إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وربت الحسن والحسين سلام الله عليهم، والسيدة زينب ضحت بكل شيء. سلام كزائر كيف تستشعر هذه القضية؟ هذه سيرة وفاء قضية الحسين؟ أكيد. شوف هالجمهور هالعالم هذا كله وفاء لحق الإمام الحسين. الإمام الحسين ضحى بأولاده بماله بعياله. هذا نشوفه فد واجب على الإنسان، أنه قضية المشي والسير والحضور في كربلاء واجب على كل إنسان، كل شيعي وغير الشيعي يمشي في المسيرة. المسيرة هذه ما في زيها، روحانية سبحان الله، عبادة. أحسنتم. طيب هذه الزيارة من ترجع من زيارة الحسين عليه السلام، لا سيما في قضية زيارة الأربعين، مشاعرك أحاسيسك وأنت راجع من هذه الزيارة؟ أستنى هاللحظة هذه كل سنة من أروح أصير نفسيتي تعبان، أبغى هجمة الأربعينية. أنا في السنة مرتين أو ثلاث مرات، بس طلع علينا النظام الحين لازم تصريح مرة واحدة في السنة. تصريح مرة واحدة. مرة واحدة في السنة، ونستنى هالسنة هذه متأجل. من السنة إلى سنة تنتظرون؟ نستنى. الله يتقبل منكم. توصلون بالسلامة إن شاء الله، الله يحفظكم، الله يسلمكم، الله يحفظكم ويعطيكم العافية إن شاء الله، الله يحفظكم ويرعاكم. كان الكلام هذه المشاعر هي مشاعر خاصة إلى كربلاء وزيارة الإمام الحسين، يعتبر من الوفاء للحسين وقضية الحسين وجموع الغفيرة التي حضرت في هذه الزيارة وفي زيارات أخرى، هي جموع وفية للحسين، هي جموع قد تمثل الأخلاق في شخصيتهم. ومستمرون مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، وسنذهب إلى لقطات من المسيرة المليونية، وبعد ذلك نعود معكم إن شاء الله.
مشاهدي الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، مستمرين وياكم بتغطية هذه المسيرة المليونية العظيمة الجميلة الرائعة، وهي صورة من صور الوفاء والولاء للإمام الحسين عليه السلام. نلتقي بزار آخر. سلام عليكم حجينا. الله بالخيرات يا عمي. الله بالخير. شلونكم؟ شلون أحوالكم؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا حبيبنا. منين جيتوا؟ من أي مدينة؟ من مدينة جنوب الإيران. من جنوب إيران؟ من جنوب ورا شيراز بوشهر. بعد بوشهر. أي نعم. الله يتقبل أعمالكم. مشكورين جزاك الله خير. مشيكم من النجف لهنا؟ أي نعم. شلون الطريق؟ الحمد لله والنعمة. أول مرة إحنا جايب بشي ذعون، كلمتوا من إيرانيون كهذولهم في تعب وانت ما تقدر امشي وفي ازدحام، ما في ماي، ما في غدا، ما في شيء. الحمد لله يا رب. انا اصير استانس. مستانس يعني اللي بسنه ان شاء الله، للسنه الجديد ان شاء الله باذن الله. لازم اول شهر المحرم احنا جاي من البدايه قبل سفر، قبل سفر لحال من بلدنا ماشي من ايران. اي نعم. ما تحس بتعب حجينا؟ لا حبيبنا لا. مرتاح؟ ارتاح. مرتاح انا بالطريق. ارتاحيت؟ شكرا. مواكب الخدم؟ الحمد لله لجميع المؤمنين كلهم زحمه عليه وايد وايد في هذا اللي. انت سابقا جاي للعراق للزياره؟ جاي؟ لا ابدا. اول أبداً. زياره للحسين؟ اول زياره. جايبون من حدود الناصريه. أبداً. أول أبداً. زيارة للحسين؟ أول زيارة. جايبون من حدود الناصرية قبل غزو إيران وعراق لأيام الشاه. جايبون ياخذون خضرة بواكة ودينا على الكويت يعني. بلي بلي بلي. من أردن، بلي لبنان، بلي. تركيا والعراق. بس من زيارة أول مرة عنا جايب. مشاعرك شنو؟ هسا قلبك ديدوك؟ استانس ما نقدر حكي يا حبيبنا. فرحان. فرحان فرحان يا حبيبي. منو جاي وياك؟ وحدك لو من العائله؟ لا جايبون اولادنا. لكان الاهله واحد ويانا في هذا اولادنا هذا في. الله يتقبل. الله يتقبل. وبعد في ثاني موجود يسوون مصوركم مثلكم حق التلفزيونات شيء هو لوربي بالطريق هذا. بالطريق بالطريق. الله يتقبل من عندكم ان شاء الله. مشكورين. توصلون سالمين. محجورين. ان شاء الله في كل سنه ترجعون. ان شاء الله يحفظكم. حياكم الله. في امان الله. الله يسلمكم. محشورين حبيبنا. في امان الله. زار الحسين الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام هذه نماذج بسيطه حقيقه، نماذج مشرفه من زوار الوار الامام الحسين عليه السلام. صاحب الشيبه اول مره اجي نبهوني قالوا لي ترى طريق مشي تعب ما تقدر، قد ما تحصل طعام، قد ما تحصل ماء. الان يقول لا في امان الله، في امان الله توصلون بالسلامه. يقول احنا في السنه القادمه ان شاء الله لا ما نجي في ايام شهر صفر وايام زياره الأربعين، لا راح نقدم من ايام شهر محرم، لان هذه القضيه من جينا وشفنا الوضعيه وشفنا الحاله الموجوده والمشاعر اللي صارت عندنا تخلينا في كل سنه نجي. اولاده موجودين وياه حاضرين وهم مستانسين على قولته، يقول مستانسين كلش، فرحانين، فرحانين بهذه الزيارة والقدوم إلى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نبقى وياكم متواصلين، وهذه التغطية من طريق نجف كربلاء من جوار مدينة الإمام الحسن المجتبى للزائرين. نذهب إلى فاصل وتغطية لهذه الزيارة ونعود وياكم إن شاء الله.